السلام عليكم الولاد، معكم الأستاذ عجرود. وفي هذا الفيديو القصير حبيت نزف لكم بشرة، مش بشرة، زوج بشائر سعيدة. أول حاجة، اليوم وصلنا 10,000 مشترك في القناة. طبعا القناة فتحت ما عندهاش 3 شهور، والحمد لله وصلت 10,000 مشترك. هذا بفضلكم وبفضل اهتمامكم بالمادة. احنا نحاول نتعبوا ونوصل لكم المعلومة، وانتم عليكم الاهتمام والجد والاجتهاد. نتمنى ان شاء الله الفيديوهات كانت مفيدة، ونشكر وكل الشكر والتقدير لكل المتابعين الدائمين والناس اللي راهي تشارك في المنشورات باش تعم الفايدة على الجميع. أنا هدفي هو مساعدة الجميع، وماذا بيا الناس كل تعود تعرف تهضر لونجلي. أنا شخصيا استمتعت جدا بدراسة اللغة الإنجليزية من قبل، وحابة الطلبة تاعي يتعلموا اللغة الإنجليزية ويوصلوا بها بعيد، لأنه بزاف طلبة تاعنا هدفهم هو الهجرة، وماذا بيا نساعدهم حتى في مراحل متقدمة من بعد. ألوغ، أول حاجة تعلموا لونجلي، ومن بعد درك تشوفوا ورا البكالوريا جديد إن شاء الله. نتمنى لكم النجاح والتوفيق. حاجة واحدة أخرى صغيرة، مش صغيرة، مهمة جدا، أنه اليوم درنا اجتماع مع المدير، والمدير تاعنا طلب منا أنه نراجعوا الطلبة دروس الثلاثي الأول والثاني، وقالنا حتى الثاني راجعوا يعني شوية فرات من يعني الحوالي شهر فيفري فقط، يعني تقريبا تحدثت الدروس، ما كانش دروس جديدة. ما احناش راح نكمل لكم الدروس اللي قديمة، معناها بلي السنة البكالوريا راح تكون سهلة، وبأنه راح يركزوا لكم على دروس كما احنا في الإنجليزية راح يركزوا لكم على الوحدة، غالبا على الوحدة الأولى والثانية. طبعا بازيو مليح على الوحدات الزوج الاولين. طبعا الاداب هي وحده سيفيلايزيشن ووحده ايثكس، وللعلميين للاداب والفلسفه والاداب اللغات هي وحده سيفيلايزيشن ووحده ايثكس، وبالنسبه للشعب العلميه والتقنيه هي الوحدات ايثكس ان بيزنس الاولى والثانيه سيفتي فيرست. ان شاء الله ما يكون غير الخير، صنع اللي اجتهد ان شاء الله شويه برك باذن الله راح يكون ناجحه في البكالوريا. نتمنى لكم التوفيق، وكملوا ادعموا القناه وبارطاجيوها مع الناس، حاولوا تستفيدوا. ان شاء الله بعد البكالوريا راح يكون عندنا برنامج اخر ان شاء الله لتنميه اللغه الانجليزيه. نقول لكم شكرا، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، وفي نتائج احسن، ولا مع فرحه البكالوريا ان شاء الله. جود باي.